صعد خبراء على متن السفينة إيفر جيفل للتحقيق في ملابسات جنوحها بقناة السويس. وفي وقت سابق أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عودة حركة الملاحة في القناة بكلا الاتجاهين بشكل كامل. الفريق ربيع لفت إلى أنها المرة الأولى في العالم التي تعوم سفينة جانحة من دون تفريغ حمولتها، وأشارت إلى أن تحرير السفينة حصل في وقت قياسي. وكانت السفينة إيفر جيفن قد انحرفت إثر رياح قوية الصباح 23 من الشهر الجاري، وأغلقت ممر القناة مما أدى إلى توقف الملاحة في أقصر طريق للشحن البحري بين أوروبا وآسيا. إن دي أول مرة في العالم كله برضه بنقول أهو تحدث عملية إنقاذ لسفينة حاويات بدون ما نفرغ الحمولة منها. المركب اتعملت لها عملية الإنقاذ والحمولة بتاعتها كاملة زي ما هي عليها، خرجت من مكان الشحط اللي فيه بتعمل على الماكينات بتاعتها. الحمد لله ما فيش إصابات، ما فيش وفيات، ما فيش تسريب لا زيوت ولا مواد بترولية، وكمان المكن بتاعها شغال والحاويات كلها سليمة، البضاعة كلها سليمة، وأبحرت على طول على البحيرات المر. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الإسماعيلية مراسل الشرق إسلام أبو المجد. إسلام، أهلا وسهلا. يعني في البداية القناة الآن تعمل بشكل كامل، السؤال كيف هي حركة السفن المنتظرة خارج القناة؟ كيف أيضا تم جدولتها؟ هل هناك استثناءات أيضا؟ بناء على ماذا تتم الاستثناءات؟ أما أن السفن لن يكون لديها استثناءات، ستمر كما هو الجدول الزمني فور وصولها للقناة. نعم هاني، يعني وفقا للجدول الذي تم وضعه من قبل هيئة قناة السويس، ما يحدث الآن هو أنه تم ترتيب السفن الأولى بالعبور من هذا الممر الملاحي المهم. يعني من المفترض أن تكون عبرت أكثر من 100 سفينة وفقا لتصريحات رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع. من المفترض أن تكون عبرت قبل نحو ساعة من الآن، من 6 مساء أمس وحتى 8 صباحا بتوقيت القاهرة. أكد أنه هناك ما يقرب من 113 سفينة سوف تعبر من هذا المجرى الملاحي. الحركة تسير بشكل طبيعي. لدى هيئة قناة السويس تحديات كثيرة تتعلق بإنهاء قوائم انتظار هذه السفن والبواخر التي تجاوزت ما يقرب من 422 سفينة. دعني فقط هاني أن يعني ربما أنتقل بالكاميرا إلى هذا المكان الذي نقف فيه. هذا المكان يوجد به هذه القاطرة، القاطرة بركة، هذه إحدى القاطرات التي كانت مشاركة في عمليات يعني جر العملاق الفولاذي السفينة الجانحة. المكان لا. الذي نقف فيه الآن هو يسمى بالترسانة البحرية التابعة لهيئة قناة السويس المصرية. كل هذا المكان يعني توجد فيه القاطرات والكراكات التي كانت مشاركة في عملية إنقاذ وتحرير هذه السفينة. هناك يوجد مبنى الإرشاد، هذا هو مبنى إرشاد هيئة قناة السويس، ويتجمع فيه المرشدون الذين يكونون على متن السفن والبواخر التي تعبر هذا الممر الملاحي. وأيضا القاطرة بركة كان لها دور كبير فيما يتعلق بمسألة يعني زحزحة هذه السفينة وجر هذه السفينة إلى منطقة البحيرات. إذا عدنا مرة أخرى إلى السفينة التي كانت تعطل هذا المجرى الملاحي، يعني السفينة الآن موجودة في منطقة البحيرات شمال الإسماعيلية. ما وصل إلينا بأن هناك فحصا فنيا يتم الآن لمحركات هذه السفينة، ويتم الكشف عن الصندوق الأسود الخاص بهذه السفينة، وأيضا سوف يتم البدء في تحقيقات موسعة حول ما جرى في يوم الثلاثاء الماضي. يبدو أن هناك أسبابا أخرى يعني أدت إلى جنوح هذه السفينة هاني، بحسب ما وصل إلينا من أنباء ومصادر تحدثت لنا عن هذا الأمر. مع هذا الحديث إسلام، هذه التحقيقات من قبل الخبراء لها علاقة بالفحص الفني أم أن هذه اللجان مختلفة؟ هناك لجنة تحقيقات مثلا على مستوى عالي ستباشر يعني هذا التحقيق، اللجنة الفنية المسؤولة، كيف ستتم هذه التحقيقات؟ من المسؤول عن هذه التحقيقات؟ لمن سترفع نتائج هذه التحقيقات؟
نعم، يعني هو في البداية سيتم إجراء الفحص الفني للتأكد من سلامة محرك هذه السفينة، وأيضا الكشف عن ما يحتويه الصندوق الأسود، خاصة وأن هناك بعض الأنباء التي تحدث عنها بعض مرشدي هيئة قناة السويس عندما تحدثنا معهم عن أن هناك خلافات حدثت داخل كابينة القيادة في هذه السفينة. هم أشاروا إلى أن، طبعا أنت تعرف هاني بأن هيئة قناة السويس تشترط على السفن المارة والبواخر المارة من هذا الممر الملاحي أن يكون هناك مرشد أو اثنين بجانب قبطان السفينة، هؤلاء على معرفة جيدة وممتازة ب يعني الطرق ومجرى قناة السويس، سواء المجرى المزدوج أو المجرى الأحادي. وبالتالي لكن الرأي في النهاية يكون لي يعني قبطان هذه السفينة، وبالتالي الآن يتم الفحص الفني لهذه السفينة، فحص المحركات، أيضا الكشف عن الصندوق، وبعد ذلك سيتم مواجهة القبطان وأيضا المرشدين المصريين الذين كانوا مع هذا القبطان. هم اثنين من المرشدين يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، وكل هؤلاء سوف يخضعون إلى التحقيق. هذا التحقيق سوف تجريه الجهات المصرية أو الجانب المصري، وسوف يطلع الجانب يعني الجميع على هذه التحقيقات، لكن دون أدنى شك هيئة قناة السويس في حاجة إلى معرفة ماذا جرى حتى يتم إلقاء المسؤولية على يعني الذي قام بهذا الأمر. هل هي الرياح التي كانت السبب أم أن هناك أسبابا فنية ربما أدت إلى ذلك؟ أيضا الشركة المالكة لهذه السفينة والباخرة سوف تتعاون مع هيئة قناة السويس لمعرفة يعني ماذا جرى في يوم الثلاثاء. العالم كله ينتظر السلام معرفة ماذا جرى. مراسل الشرق من الإسماعيلية سلام أبو المجد، شكرا جزيلا لك. على مدار 7 أيام لم تدخل أي سفينة لقناة السويس جراء جنوح السفينة العملاقة إيفر جيفن، والتي أعاقت حركة الملاحة في أهم الممرات العالمية للتجارة البحرية، الأمر الذي تسبب في خسائر ضخمة. رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أعلن أن بين 12 و14 مليون دولار الخسائر اليومية على شكل إيرادات ورسوم عبور، ما يعني أن خسائر هيئة قناة السويس على شكل رسوم بلغت في الأيام 7 منذ الثلاثاء الماضي حتى اليوم الاثنين قرابة 98 مليون دولار دون احتساب الرسوم التي كان من المفترض جبايتها من السفن التي غيرت مسارها. نحو 10% من حركة الشحن العالمية تمر في القناة، وقد زادت أسعار الشحن لناقلات المنتجات النفطية إلى المثلين تقريبا بعد جنوح السفينة. إلى جانب ذلك سجلت شركات نقل عالمية خسائر باهظة بعد رسوب أكثر من 400 سفينة على جانبي القناة شمالا وجنوبا بسبب تعطيل حركتها وتأخير وصولها إلى محطاتها النهائية. ورغم الارتفاع الأولي تراجعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 1% بعد إعلان تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس. ويقول خبراء إن نحو 45% من حجم البضائع في ميناء نيويورك ونيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية تمر عبر قناة السويس، ووفق التقديرات فإن ما يقارب 9.6 مليار دولار من البضائع المعبأة في حاويات تمر عبر قناة السويس يومياً. عندما جنحت السفينة إيفر جيفن داخل قناة السويس أغلقت طريقا يسيطر على 10% من حجم التجارة العالمية، فكيف عادت المياه لمجاريها؟ في صباح 23 من مارس بعد 40 دقيقة من الساعة 7 بتوقيت مصر، كانت السفينة إيفر جيفن تسافر عبر قناة السويس، لكن عاصفة رملية تتسبب بفقدان السيطرة على مسارها حتى تجنح على بعد 6 كيلومترات من شمال المدخل الجنوبي للقناة في منطقة تمثل ممراً واحداً فقط. السكان يفاجأوا بمشهد لم يروه خلال عمر القناة الممتد ل 150 عاماً. قوس السفينة يلامس ضفة القناة الشرقية، بينما يظهر الجزء الخلفي منها مستقراً على الضفة الغربية. وبطولها الممتد ل 400 متر وعرضها البالغ 59 متراً وحمولتها التي تقدر ب 224 ألف طن،
تنجح إيفر كيفن في إغلاق أحد أهم الشرايين المائية عالمياً. محاولات إعادة تعويم السفينة لم تتأخر، وبدأت هنا بمشاركة 8 قطيرات في عمليات دفع إيفر كيفن من جانبيها بقوة تعادل 150 طناً. هذه المحاولة ستسمح بعبور 13 سفينة قبل أن تعلن هيئة قناة السويس إغلاق القناة مؤقتاً لحين إعادة تعويم الناقلة. وسط مشهد ضبابي تتعقد جهود الحفر، وتنضم شركة هولندية للمشاركة في محاولات تعويم السفينة الجانحة. الهدف في هذه المرحلة هو تجريف الرمال وإسالتها من مقدمة السفينة ومؤخرتها بمعدل 2000 متر مكعب من الرمال في الساعة، حتى إزالة 20,000 متر مكعب للوصول إلى الغاطس بوضع ملائم للتعويم، أي بعمق 12 إلى 16 مترا. هذه العملية تترافق مع محاولات شد تقوم بها 12 قطرة من 3 جهات مختلفة. وبينما تنجح أعمال التجريف في إزالة 17,000 متر مكعب من الرمال، أي بواقع 87% من إجمالي الرمال المحيطة بالسفينة الجانحة، يتدخل المد العالي ويسهم في تحريك دفة السفينة يميناً ويساراً بواقع 30 درجة. هنا تلوح بوادر انفراجة، فهذه المرة الأولى التي تتحرك فيها دفة السفينة إثر دخول المياه أسفلها. جهود التعويم تتكاثف حتى تنجح في تعديل مسار السفينة بنسبة 80% وتحرير مؤخرتها بمسافة تصل إلى 100 مترين عوضاً عن 4 أمتار. المناورات لم تنتهي بعد، فالجزء الأمامي من إيفر كيفن لا يزال عالقاً. في هذا الوقت تتضارب الأنباء حول مصير الناقلة في عرض القناة المصرية. المفارقة أن الرياح التي تسببت بانحراف مسار السفينة وانسداد القناة قبل أسبوع تسهم الآن في تحريكها وإعادة تسييرها إلى منتصف المجرى الملاحي. بعد نحو أسبوع من الإغلاق تعود الحياة إلى قناة السويس، وتقود قاطرتان تابعتان لهيئة القناة السفينة إيفر كيفن إلى منطقة البحيرات المرة، حيث ستبدأ عمليات الفحص الفني تمهيداً للتحقيق في حادثة اضطرب على إثرها اقتصاد العالم.